أهلا بكم من جديد. أعلن مصرف البحرين المركزي عن تغطية الإصدار رقم 1798 من أذونات الخزانة الحكومية الأسبوعية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين. التفاصيل في التقرير التالي. أعلنت شركة البحرين للاستثمار العقاري إدامة الذراع العقارية لصندوق الثروة السيادي في مملكة البحرين توقيع اتفاقية إدارة الممتلكات مع بنك البحرين للتنمية تتيح لها إدارة وتشغيل مجمع سترة التجاري. وسوف تشرف شركة البحرين للاستثمار العقاري ابتداء من شهر إبريل عام 2020 الجاري على إدارة وتشغيل مجمع سترة لمدة 3 سنوات على أن تكون الاتفاقية قابلة للتجديد. وقال الرئيس التنفيذي لشركة إدامة السيد أمين العريض أن هذه الشراكة تجسد مع بنك البحرين للتنمية توافقا واضحا مع استراتيجيتهم الهادفة لزيادة نمو محفظة أعمال الشركة، كونهم يتطلعون قدما إلى تقديم أفضل إدارة عقارية لمجمع سترة التجاري وغيره من الفرص العقارية في المستقبل. ونتابع الآن أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية. وإلى إغلاقات البورصة لنهاية تعاقدات اليوم، ونبدأ مع بورصتنا المحلية. فقد أقفل مؤشر البحرين العام باللون الأخضر على تقدم نسبة 2.13 المئوية، مغلقا التداولات عند مستوى 1640 نقطة، حيث شهدت التداولات اليوم ارتفاع مؤشر قطاعات البنوك التجارية والاستثمار وأيضا الخدمات. وقد تجاوزت كمية الأسهم المتداولة اليوم 2,299,000 سهم بسيولة إجمالية تجاوزت 436,000 دينار تم تنفيذها من خلال 70 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول اليوم على أسهم قطاع الخدمات. ننتقل مشاهدينا إلى باقي البورصات الخليجية، وكما نتابع كانت جميع الإغلاقات أو أغلبها باللون الأخضر على ارتفاع، وكانت أبرز البورصات المرتفعة في نهاية إقفالات اليوم بورصة الكويت التي أقفلت عند مستوى 6370 نقطة بارتفاع يزيد عن 6% في نهاية تداولات اليوم. قررت الجمارك السعودية إيقاف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية المستخدمة للكشف أو الوقاية من فيروس كورونا، وذلك لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين.
وذكرت الجمارك في بيان لها أن قرار الإيقاف يتضمن الألبسة الواقية والأقنعة الطبية والبدلة الطبية المغلقة للجسم والنظارات الطبية الواقية والأقنعة الطبية للوجه. ونص القرار على إيقاف تصدير المنتجات والمستلزمات الطبية سواء بكميات تجارية أو مع المسافرين الركاب بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد. كشف مدير الشركة السودانية لنقل الكهرباء سليم محمد محجوب أن ألمانيا ستقوم بإعادة تأهيل كامل لمركز التحكم الرئيسي الخاص بشبكة كهرباء السودان. وأوضح محجوب أن نقص الإمداد الكهربائي في السودان يصل إلى 60% وأن القطاع السكني يستحوذ على 80% من الإمدادات المتوفرة، بينما تذهب النسبة الباقية إلى القطاعات الأخرى مثل القطاع الصناعي. وتأتي هذه الخطوة بوصفها واحدة من أبرز النتائج الاقتصادية للزيارة التي قام بها الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير للعاصمة السودانية الخرطوم. نشرتنا مستمرة وفيها بعد قليل. حركة الطيران الدولية تسجل خسائر فادحة بسبب توقفها عن تيسير رحلات إلى الصين. أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي عن مشروع مساعدات بقيمة 3,600,000,000 يورو، ما يوازي 20% من إجمالي الناتج الداخلي في البلاد للقطاعات التي تضررت جراء فيروس كورونا المستجد. وقال روبرتو غواتياري أنه بحلول يوم الجمعة المقبل سيتبنون مشروع قانون لدعم كافة القطاعات المتضررة على كل الأراضي الوطنية، ويتعين لهذه المساعدات أن تحظى بموافقة البرلمان الإيطالي والاتحاد الأوروبي، وستتخذ أشكالا عدة منها إعفاءات ضريبية للمؤسسات. ونبقى في إيطاليا، حيث قال منظمون إن مؤتمرا حول الاقتصاد العالمي كان مقررا عقده أواخر الشهر الجاري في إيطاليا بمشاركة البابا فرانسيس تأجل إلى شهر نوفمبر بسبب تفشي فيروس كورونا. وقال المنظمون إن التأجيل يرجع إلى أن كثيرا من المشاركين لن يكون باستطاعتهم السفر إلى إيطاليا، كما وخفضت أو ألغت عدد من شركات الطيران الرحلات من إيطاليا وإليها. وكان مشاركون من 115 دولة قد أعلنوا موافقتهم على حضور هذا المؤتمر. أظهرت بيانات للقطاع الخاص تراجع مبيعات السيارات اليابانية بنسبة 10.3% في شهر فبراير مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وسط تصاعد المخاوف حيال توقفات الإنتاج وصعوبة توريد المكونات من الصين، وذلك جراء تفشي فيروس كورونا. وأظهرت بيانات اتحاد وكلاء السيارات اليابانيين واتحاد آخر لوكلاء فئة السيارات بالغة الصغر المسمى كاي في اليابان أن المبيعات بلغت 430 ألف سيارة الشهر الماضي مقارنة مع 479 ألفا قبل عام واحد. أما بالنسبة إلى أسواق الأسهم العالمية فقد ارتفعت الأسهم الأسيوية والعقود المستقبلية للأسهم الأمريكية للمرة الأولى منذ 8 أيام بعد أن شهدت هبوطا في بداية التعاملات وسط إشارات على دعم البنوك المركزية. وارتفع مؤشر CSE 300 الصيني بنسبة 3%، كما صعدت العقود المستقبلية لمؤشر ستاندرد أند بورس 500 بنحو نقطة مئوية واحدة، وذلك عقب موجة البيع الكبيرة في الأسواق العالمية الأسبوع الماضي. وتعززت المعنويات بعد بيانات قاتمة لنشاط المصانع الصينية، حيث غذت التوقعات في مزيد من إجراءات التحفيز حتى مع انحسار حالات الإصابة الجديدة في البلاد. وإلى أبرز مؤشرات الأسواق العالمية وأسعار النفط والمعادن الرئيسية. We'll be right back.
كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن تأثير فيروس كورونا على حركة الطيران الدولية كان أشد من تبعات هجمات 11 من سبتمبر التي ضربت مدينة نيويورك في عام 2001. ونقلت الصحيفة عن الخبير في شؤون الملاحة الجوية فيل سيمور أن تأثيرات فيروس كورونا على حركة الطيران تجاوزت أيضا ما كان نجمة من فيروس كورونا أو فيروس سارس في عام 2003. وتكبدت شركات طيران خسائر فادحة بسبب توقفها عن تيسير رحلات صوب ثاني اقتصاد في العالم، حيث أن المخاوف الصحية فرضت اتخاذ الإجراءات الصارمة بحسب الخبراء.